عيسى والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة بالرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك الرحمة في رمضان. النهاردة إن شاء الله فعلا هذه الحلقة هي حلقة الرحمة. لماذا؟ لأننا نتناول فيها إن شاء الله موضوع رقيق جدا يمسني، يمس المشايخ، يمس حضراتكم في البيوت، يمس كل إنسان، وهو أنه إحنا بشر وكل واحد فينا بيرتكب أخطاء وبيرتكب ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله سبحانه وتعالى بشرنا أنه إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكلنا بشر وكلنا بنرتكب الذنوب والمعاصي، ولكن إحنا نتوب إزاي؟ إيه أسباب المغفرة؟ هنقابل ربنا إزاي سبحانه وتعالى وإحنا بذنوب مغفورة؟ هو ده الموضوع اللي حنتناوله النهاردة وكالعادة مع مشايخي وأساتذتي وحبيبي أستاذ الفاضل فضيلة الدكتورة فتوح عقل. أنا سهني أهلا بيك، منور دايما إن شاء الله عليك، والله نور الإيمان ورمضان باين خالص إن شاء الله إن شاء الله. وأستاذي وحبيبي وأخويا فضيلة الشيخ محمد الشربيني، أهلا بيك. أحبك الله أستاذ، والله هذا نور، والله نور الطاعة باين عليكم ما شاء الله عليكم. ربنا يجعلنا يتقبل يا رب، يا رب ربنا يتقبل. فضيلة الدكتور، طبعا في البداية كده يعني عاوزين آيات ترقق قلوبنا أولا بهذا الصوت العذب الرقيق الشجي الندي، وحاجة تانية أنه يعني نفتح باب التوبة أمام الناس بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا دكتور. هو يعني أنا ملاحظ حاجة إنه ما شاء الله من كثرة القراءة في رمضان، وأنا ملاحظها إنه بتثقل ما شاء الله للصوت وبتثقل القراءة، وربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل وجعله في ميزان حسناتكم جميعا. بارك الله فيك يا دكتور. حبيبي الشيخ محمد، يعني الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وباب المغفرة أمام كل عبد مسلم، يعني مهما كانت ذنوبه. والحقيقة أنا بقابل ناس ممكن يقول يا ده أنا يا ما ارتكبت ذنوب مثلا في حياتي وربنا يغفر لي الذنوب دي، فيتمادى ويكمل بقى شغل الشيطان يكمل. فحضرتك يعني يا ريت بعض من آيات القرآن الكريم، وفضلت الدكتور ذكر منها بعض الآيات، تمتعنا كده وترقق قلوبنا بهذه الآيات من القرآن الكريم التي فتحت باب التوبة والمغفرة أمام العبد المسلم. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، معلوم أن ابن آدم فيه ضعف، الله، ويعني فيه نقص، وهو مخلوق لا يتمالك، وضعفه قد يجر إلى المعاصي، وقد ينسى رقابة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والله تباركت أسماؤه مع ضعفنا، ومع أننا قد نضعف أمام المعصية ونرتكبها، فرحمة الله تعالى واسعة. سبحان الله. الله تعالى هو الذي قال وخلق الإنسان ضعيفا، وربنا سبحانه وتعالى مع ضعفنا أعطانا أرجى آية في القرآن الكريم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل إن الله تعالى هو الذي قال ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله. من أرحم من الله عز وجل؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى امرأة مشركة مأسورة ذاقت ألم الغربة جائعة عطشانة حافية القدمين مزقة الثياب، ولكن فوق هذا خطف ولدها من حضنها، فسارت تهيم على وجهها تبحث عن ولدها، كلما وجدت طفلا في سن ولدها أخذته وألقمته سديها، تترك هذا الطفل وتأخذ الطفل الآخر حتى تسكن نيران اللوعة التي نشأت في قلبها من جراء خطف ولدها منها، وفجأة عثرت على ولدها فانكفأت عليه وقالت ابني حبيبي، مرة تضمه إلى صدرها ومرة تقبله ومرة تشمه ومرة تعيد النظر أهو هو. في كل هذا النبي يسير خلفها، وكان يعجبه مشاهد الرحمة. قال لأصحابه أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله، وقد صنعت ما صنعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله. ومن يطلع على هذه الرحمة ولا يتوب يبقى ظالم، قال نعم. الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم. إن بعض المشركين ذهبوا إلى رسول الله وقالوا زنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا، وإن الإسلام الذي معك حسن ونريد أن ندخل فيه، ولكن هل ما عملناه له كفارة؟ والله ما تكلم النبي، نزل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما فعل الإنسان ومهما اختلف فرحمة الله تعالى واسعة. الله. يعني عندما نقرأ مثلا في مواصفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مواصفات المتقين لم تنتهي، الله تعالى يكمل مواصفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب الشيخ محمد، إذا هنشرك فضيلة الدكتور في هذا الأمر، فعلا يعني لابد من وقفة عند آيتين دكتور. الآية الأولى، وحضرتك طبعا يعجبني تتوافق في يعني حول القرآن إن شاء الله، لما الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عبادي، وقف، وبعدين الذين أسرفوا، ما قالش الذين أذنبوا، ولا تقنطوا وإن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أنا عايز أسمع حضرتك في هذه الوقفات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ جزاه الله خيرا وذكر سبب النزول، نزول هذه الآية بالذات، وربنا يقول فيها تبارك اسمه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. مسرفون، سودت صحائفهم، صرفوا على أنفسهم، جاءوا آيسين، يائسين يعني، ومع كل هذا يبشرهم ويناديهم ويضمهم إليه ليعظم من شأن الأمل في صدورهم ويقول يا عبادي. وقد كانوا في هذه الحالة على الكفر، كانوا ما زالوا أو لا يزالون يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن موقفهم هذا وموقف الإسلام ممن أسرفوا على أنفسهم. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كما قلت لك يفتح أمامهم باب الأمل ويطمئنهم بأنهم عباده، طمأنة أمل، يفتح الباب أمامهم على مصراعيه يا عبادية، وفيها ما فيها من إظهار الرحمة والشفقة بالعبد حتى الذي أسرف على نفسه. يا عبادي الذين أسرفوا، كما تفضلت لم يقل أذنبوا، نعم، ولكن أسرفوا، حتى الذين أسرفوا، نعم، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله ولا من رحمته، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه يعرفهم بنفسه، الله يعرف، إنه هو الغفور الرحيم. دائما إذا ذكرنا هذه الآية الكريمة بمعانيها الرائعة والسامية، فإن آية أخرى تتمم المعنى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يعني هو ذنب واحد أو هو كبيرة الكبائر اللي هي كبيرة الشرك بالله عز وجل، فيما عدا ذلك باب التوبة كما قلت مفتوح على المصراعين لمن أراد أن يدخله. والرجل الذي ذكره سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، ذلك الذي قتل 99 وذهب إلى أحد العلماء فيأسه من الرحمة ويأسه من التوبة فأتم به 100، إلى أن هداه الله إلى عالم آخر نصح له بعد أن بشره بأن الله عز وجل يتوب عليه ويتقبل توبته إن هو أحسن التوبة، ولكن نصح له أن يبتعد عن هذه البيئة وأن يطلب لنفسه بيئة صلاح وتقى أخرى. كلكم والناس جميعا يعرفون قصة هذا الرجل من بني إسرائيل. يعني شوف، بعد سفك دماء 100، يا سلام، 100، ومع كل هذا كما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عندما جاء الملائكة يختصمون بشأنه، أمر الله الأرض أن تنتقل إلى بيئة الصلاح والتقى حتى يكون من أهل الجنة، وقد كان ما شاء الله. يعني أعتقد بعد شاء الله. بعد رحمة الله ما شاء في رحمة. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. أخوي حبيبي الشيخ محمد، برضو أنا عايز أقف عند آية بعد ما فضلت الدكتور تفضل علينا بشرح هذه الآية، وفيها رجاء كثير بصراحة، وفيها يعني فتح باب للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. يعني آية
والله العظيم يا أساتذتي الأفاضل أقف أمامها وعيناي تدمع فعلا لما أسمع الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يريد برضه نطوف مع بعض وهي يعني حلقة مغفرة ومع السادة المشاهدين. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله رسوله، أعجبني ما قاله الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين في الجزء الأول في المجلد الأول، قال لا يوجد ذنب في الوجود لا توبة منه حتى الشرك سلام. حتى الشرك بالله قال الله تعالى شرك إذا تاب يعني قبل أن يموت حتى الشرك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فإن تاب تاب الله تعالى عليه. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ربنا مش هيغفر له بس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى العلامة الإمام مسلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ينشر الله تعالى عبدا من عباده فيقرره ربنا سبحانه وتعالى بالصغائر فيقول عبدي أتدري يوم فعلت كذا في يوم كذا هل فعلته؟ يقول نعم يا رب فعلته. هل فعلت كذا في يوم كذا؟ نعم يا رب فعلته. طبعا العبد في ذلك الوقت يقول إن الله يسألني عن الصغائر فكيف إذا سألني عن الكبائر الله. فيقول له ربه إن لك بكل ذنب عملته عندنا حسنة. فيقول يا رب إن هناك ذنوبا عملتها لم أرها في الكتاب ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، مهما فعل الإنسان ومهما ارتكب من الفواحش لا يقنط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. المهم يرجع المهم يرجع يتدارك نفسه ويرجع يعني. يرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى لأنه ما دامت فيه حياة واعتذر إلى الله تبارك وتعالى من جرمه فالله تبارك وتعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو. الله. إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله غدر وفجر، يعني أنا غادر وفاجر، لم أدع حاجة ولا داجة إلا قطفتها بيميني، ولو قسمت خطاياي على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم، هل لي من توبة؟ فقال له النبي المصطفى هل أسلمت؟ قال أما أنا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فقال له النبي المصطفى اذهب فإن الله سيغفر لك غدراتك وفجراتك. يا سلام. فانطلق الرجل وهو يكبر ويقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله، ولكن بشرط عدم الإصرار، بشرط أنه ما يصرش، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله. يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى من قريب. ومعلوم أن الأتقياء إذا زلت منهم القدم سرعان ما يعودون إلى الله، وكأن أصول الجبال سقطت على رؤوسهم ويستغفرون ويبكون، حتى أن ابن القيم يقول رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، يعني يفعل ذنب فيظل يستغفر بالليل والنهار، الله تعالى يغفر له بالاستغفار الأول ثم يرفعه درجات في الجنة حتى يقول إبليس يا ليتني ما أوقعته في الذنب. ورب حسنة أدخلت صاحبها النار، لماذا؟ لأنها أكسبته غرورا واستعلاء على الله واستطالة على خلق الله. فهذا الكبر وهذه الآفات وهذه الأمراض التي جرتها عليه الحسنة تكون سببا في دخوله النار وبئس القرار. ما شاء الله ما شاء الله. فرحمة الله يا رب يا رب ارحمنا جميعا اللهم ارحمنا جميعا. الآية دي وراها آية. طيب ناخد أبو حمزة من الأردن ونكمل يا دكتور. موضوع هو موضوع جميل بصراحة ورقيق. الأخ أبو حمزة من الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك. حياك الله أستاذنا الكريم الحبيب الفاضل، جزاك الله خيرا. شكرا. وحي الله شيخينا الجليلين، وحيي شيخنا الدكتور أبو الفتوح الجريء في الحق القوي بالصدق الفصيح. نعم. وأحيي شيخي وحبيب قلبي الذي أرى فيه ملامح المحدثين وفي وجهه نور الصالحين
أسأل الله أن يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم. حقا من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، ومثل هذه المجالس هي جنة الدنيا ورب الكعبة، فمحروم من حرم من الرحمة وعلمائها، مخذول والله من حرم الرحمة وعلمائها. أنتم أقمار في سماء الرحمة تطلون علينا بالنور الذي حرمنا منه لسنوات. أسأل الله أن يبارك فيكم وألا يحرمنا منكم أبدا. أسأل الله أن يبارك فيكم. يعلم الله أنا أحبكم في الله، والله ويعلم الله إني صادق، أنا أحبكم أكثر من مالي وولدي ونفسي. يا حبيبي جزاكم الله خيرا، أسألكم الدعاء والسلام عليكم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أبي حمزة. شكر الله لك. شكرا جزيلا دكتورنا الحبيب. يعني برضو علشان نفتح باب التوبة للعبد المسلم، يعني الأئمة وخاصة الإمام ابن القيم وغيره وضعوا شروطا لهذه التوبة علشان بس الإنسان يبقى ماشي على منهج علمي صحيح وهو يعود ويؤوب إلى ربه. فإيه هي الشروط اللي أعرف إن أنا أقدر أتوب بيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ينبغي أن يكون راغبا في التوبة، مقرا بذنبه، يعيش حالة ندم ويفكر مليا في موقفه هذا الذي وصل إليه، وأن يكون راغبا في فعل شيء يغير من حاله إلى أحسن الأحوال. يا سلام. يعني يمر بموقف نفسي متميز يشعر بأنه يعاني من مشكلة ومعضلة كبيرة، يا سلام، يشعر بأنه مذنب وبأنه أخطأ وأدمن الخطأ وما كان ينبغي أن يفعل. عندما يعيش هذه الحالة النفسية ويطلب لنفسه مخرجا منها فليس هناك من مخرج سوى التوبة. الله. التي وضع لها العلماء شروطا، أولها الإقلاع عن الذنب فورا دون إبطاء. نسمع كثيرين من بعض المهملين يؤجلون التوبة مع إقرارهم بالمعصية، ومع أننا نراهم في المعصية لآذانهم، وإذا حدثناهم في طلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب التوبة وأن يحسنوا موقفهم وأن يغيروا مما يصنعون، يقول إن شاء الله أنا ناوي السنة اللي جاية أؤدي فريضة الحج أولا وإن شاء الله ستنصلح الأحوال بعدها، لأنه لا يمكن أبدا أن أعود من الحج إلى الفسق مرة أخرى أو إلى المعاصي مرة أخرى. أقول له: من يضمن لك يا سيدي أن تعيش لأداء الفريضة؟ من يضمن لك ذلك؟ الشيء الذي لا يسوف ولا يؤجل مطلقا مطلقا هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت بداية الشروط الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي والندم الشديد على التقصير فيما فرط في جنب الله تبارك وتعالى وفيما قصر كذلك في حق العباد. يبقى ندم شديد وإقلاع عن الذنب تسبقه أو يسبقه إقلاع عن الذنوب والمعاصي. كويس. ثم بعد ذلك هناك شرط ثالث، أن يقبل على العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. نعدهم تاني. نعم. الإقلاع عن الذنب والندم، الندم على ما فات من التقصير والتفريط في حق الله. نعم. والعمل الصالح، العمل الصالح الذي يؤكد صدق توبته. نعم. هناك شرط رابع متعلق بحقوق العباد. أيوة. وهو أن يرد المظالم إلى أهلها. ورد المظالم أمر مهم وبيان واضح يؤكد صدق التوبة، يعني من الأمارات التي تؤكد أنه صادق في توبته أن يعقد العزم الأكيد
إن كان قادرا فورا أن يرد المظالم المادية والمعنوية فعليه أن يفعل ذلك، وإن لم يكن قادرا على رد المظالم فعلى الأقل يسأل الله تبارك وتعالى أن يمكنه من رد هذه المظالم وأن يغنيه من فضله وكرمه حتى يكون قادرا على أدائها. نعم. إن فعل ذلك وجب عليه أن يستمر في هذا الطريق من طرق العمل الصالح. ولكن هناك شيء مهم جدا، شيء مهم جدا يؤكد سلامة وصحة واستمرار هذه التوبة، ألا وهو تغيير البيئة. إذا كانت البيئة الفاسقة هي التي دفعته إلى ارتكاب هذه المعاصي التي أدمنها طويلا، فعليه كما نصح العالم من بني إسرائيل، نصح للرجل الذي قتل المئة، نصحه أن يطلب لنفسه بيئة أخرى صالحة يعيش فيها تساعده على العمل الصالح والاستمرار في الطريق المستقيم. يعني سيدنا إبراهيم بعد أن نصح لأبيه وسمع منه ما يؤذيه، وقال يعني قال سلام عليك، يعني أبوه قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اتخذ إبراهيم قرارا مهما جدا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وأهل الكهف أيضا، وسيدنا رسول الله لما ترك مكة أيضا مثال لذلك، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. الله يكرمك يا دكتور. يعني حضرتك بس هو فعلا يعني الإقلاع عن الذنب، علشان بس السادة المشاهدين معانا، يعني أشعر إن أنا يعني نسيت طرق، مش عارف الشيخ محمد العزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. تمام تمام. نعم كده. هذه يعني شروط التوبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا يا رب، والكل يكون مركز معنا كده في أنه الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على ألا يعود إليه، العمل الصالح. نعم. تغيير البيئة ده شيء مهم جدا جدا جدا، يعني شيء مهم جدا جدا. يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ليست حجة مردود عليه. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وطيب شيخ محمد برضو خلينا مع يعني هذا الكلام، موضوع تغيير البيئة. يعني أنا مثلا أشوف شاب، والشاب ده من بيئة صالحة في البيت، لكنه مثلا ممكن يكون مع أصدقاء سوء، وبيشربوا السجاير وبيروحوا ما عرفش إيه، والحاجات اللي هم بيعملوها ديت، وأمور صعبة. فياريت يعني حضرتك تنصح هذا الإنسان، ومش الشباب بس، والله شباب وكبار، يعني بتنصح الناس بإيه في الموضوع المهم اللي فتحه فضيلة الدكتور، اللي هو تغيير البيئة. اولا انا احيي الدكتور ابو الفتوح، يعني انه عصر عقله وتفكيره طبعا تغيير البيئة ده مهم رائع جدا. اسال الله ان يبارك فيه يا رب، جزاه الله عنا خير الجزاء. انا باخد الخيط من دكتورنا الحبيب. نعم. هو فعلا الندم دي بدايه الرحله الى الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبه. لأن الانسان اذا تلذذ في يوم من الايام بالذنب، فالتوبة من الذنب لا تكون إلا بنار، إما بنار الندم في الدنيا، وإما بنار الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني لازم يحترق من الداخل ويتألم قلبه. وما دام ندم، هذه بداية الرحلة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وزي ما أستاذنا وشيخنا الدكتور أبو الفتوح قال، أنه مع الندم إقلاع، ومع الإقلاع بقى عايز أضيف بس حاجة جميلة. قال روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم دخل في الصلاة وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له. الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: لو كان الذنب كبيرة من الكبائر، لأن الأصل في الكبائر التوبة. الله أكبر. يعني أنا أعمل كبيرة وأقوم أصلي ركعتين، أيوة،
بنص كلام رسول الله، حتى ولو فعل كبيرة يصلي ركعتين بنية التوبة، لأننا أمة مرحومة. بنو إسرائيل كان الواحد منهم إذا فعل ذنبا قال الله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني تقبل توبته بعد أن يقتل نفسه. أما أمة رسول الله الواحد منا يفعل الذنب فيصلي ركعتين فيدخل ربنا عظيم جرمه في عظيم عفو، ولكن إذا انتهى من الركعتين طيب الشيطان لن يتركه. نكمل الموضوع ده، موضوع مهم يا شيخ محمد. ناخد الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، جزاكم الله عنا كل خير. شكرا. وبارك اللهم في هذه القناة المباركة وشيوخنا وعلمائنا والقائمين عليها. اللهم آمين. سؤال لفضيلة الشيخ، نحن نعلم أن هناك ملائكة يكتبون في كتاب ما عمل الإنسان من سيئات وحسنات، كما في سورة الإسراء وكما في الحاقة وبشهادة المجرمين في سورة الكهف، يوم ترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، صدق الله العظيم. فهل بعد ما سمعت الحديث من فضيلة الشيوخ لو أن ذنوب العبد بلغت عنان السماء واستغفر الله سبحانه وتعالى غفر له، هل هذا الكتاب الذي سجل به كل شيء عن هذا الإنسان فما مصير هذا الكتاب؟ هل سيكون كأنه لم يكن؟ يعني عايز أعرف الكتاب اللي كتبت فيه الأعمال بتاعته دي مصيرها إيه؟ ثانيا فيه آية كريمة لأهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل، هل أهل الجنة يكون عندهم في قلوبهم غل بعد أن علموا أنهم من أصحاب الجنة؟ وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فضيلة الشيخ، يعني نكمل هذا الأمر المهم، وهو أنه حضرتك أنا كنت بسألك عن يعني أنه تغيير البيئة كيف يتم بالنسبة للإنسان العاصي. احنا كنا قد وقفنا عن يعني انا اضفت بعض النقاط لكلام الدكتور مفتوح، قلنا انه مع الندم اقلاع وسيصلي ركعتين بنية التوبة، ولكن الشيطان لن يتركه، سيقول لا سيقول لا اتعتقد انك لو صليت ركعتين يغفر الله تعالى لك. هنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لما طرد الله تعالى الشيطان من الجنة قال الشيطان لله وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت فيهم الروح، قال الله له وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فهنا مطلوب منه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن نقطة مهمة جدا أنه ينفض كفه من أصدقاء السوء. أيوة. لأن الصديق السوء أضر على الإنسان من إبليس نفسه، عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتضي. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. عم النبي المصطفى لما نام على فراش الموت والنبي المصطفى بجواره قال له يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، زبانية الكفر حوله قالوا أتشهد لمحمد أنه نبي؟ قال يا محمد أنا على ملة عبد المطلب ومات. لا قال النبي المصطفى لا أستغفرن لك ما دمت حيا. فلما أقبل ليستغفر نزل قول الله تعالى وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. طيب بعد ما حينفض كفه من أصدقاء السوء بقول له إلزم المسجد وتعرف على العناصر الطيبة من أهل الإيمان ومن أهل التقى، وإلزم أقدام العلماء وتعلم، لأن العلم سيكسبك خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن مع هذه النقلة إذا زلت به القدم بنقول له ارجع مرة ثانية فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. روى العلامة الإمام مسلم وروى العلامة الإمام البخاري بسنديهما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة أذنب عبدي ذنبا، فعلم يعني أيقن أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له. ثم أذنب عبدي ذنبا نفس العبد، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له. في المرة الثالثة أو الرابعة شك من الراوي،
في المرة الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. بس برضه عشان ما نفهمش الكلام غلط, إن الإنسان إذا تاب بالشروط اللي قالها فضيلة الدكتور مع العزم إنه لا يرجع ولكن بالضعف الفطري والجبلي رجع للذنب, فالله تعالى يقول عبدي اعمل ما شئت فإني قد غفرت الله لك فرحمة الله تعالى إن شاء الله. أنا عايز برضه فضيلة الدكتور أنتقل بالحديث إلى منعطف آخر, وهو أنه أنا يعني تبت وكل شيء, لكن الأعمال الصالحة ألا تدل؟ يعني إحنا في رمضان وقد قرأنا القرآن والحمد لله وإكثار من القرآن, أنا كنت بعمل تحقيق يعني صحفي كده برة, فلقيت شباب صغيرين ما شاء الله بيقولوا إحنا بنقرأ القرآن. طيب يا ابني أنت هتقرأ قرآن بعد العيد؟ قال يعني ما بقدرش. طيب البعض قال أنا كنت مداوم على الطاعة في رمضان, طيب بعد العيد؟ قال يعني احتمال أو احتمال لا, يعني حتى الصلاة. فأليست الطاعات اللي موجودة في رمضان واللي احنا عملناها والإقلاع عن الذنوب أليست أسبابا من أسباب المغفرة بالنسبة للعبد يا دكتور؟ هذا مؤكد والأحاديث في هذا كثيرة والشواهد التي يتداولها الناس في أيام الصيام وفي أيام رمضان كثيرة. لكن عود مرة أخرى إلى البيئة. أيوة عود مرة أخرى إلى البيئة. عقبة بن أبي معيط قيل والله بأنه أسلم, قيل أكد بعضهم أنه أسلم والبعض الآخر لم يؤكد ذلك. ولما علم أحد أصحابه وظنه أبي بن خلف نعم أبي بن خلف أبي بن خلف لما علم بإسلامه انزعج جدا وأرسل إليه لا لقاء معك أبدا ولا صداقة ولا علاقة, انسى. هذا التهديد لاقى لدى عقبة يعني لاقى لديه اهتماما كبيرا. طيب دكتور ناخد وأعلن ونكمل. لا ده موضوع مهم نكمل يا دكتور. الأخت أم أحمد من العراق, السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بكم. أنا بس عندي سؤال, عندي ذنب بس مدى أقدر أقلع عن هذا الذنب؟ أقول أخاف أرجع لهذا الذنب وكلش أني يعني كلش أستغفر ربي وكلش يعني كلش مقهورة, لأنه مدى أقدر أتوب توبة نصوحة؟ مدى أقدر يعني يا شيخ؟ مقهورة من إيش؟ انه مدى اقدر اتوب توبه نصوحه, خاف اتوب توبه نصوحه ومرت ثاني هم ارجع للذنب يعني. يعني اي ذنب ما تقدرين تقولينه؟ لا ما اقدر اقول عندي في الذنب يعني وكلش اني تعب يعني تعبانه. وهسه ده تصلين هسه؟ الحمد لله, صلاه صيام قراءه قران فضل رب العالمين الحمد لله. وتقرين قران وتبتي الى الله سبحانه وتعالى؟ دائما الحمد لله. بس اكو ذنب يعني مدى تقدرين تنسينا يعني؟ مدى اقدر يعني ارجع لي تركته بس همين ارجع لي انه بسبب مشاكل يعني مع زوجي بس يخلي نرد عليها انجبر انه ارجع فده كلش تعبانه. صار يا ام احمد صار تسلم يا شيخ. تدللين يا ام. شكرا جزيلا. الاتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم الاخ مصطفى. يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. يا باشا اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذن حضرتك يا باشا انا عندي شويه كلام كده عايز حضرتك تسمعه عشان اسعد صدري. بس عندك ايه؟ عندي. بتقول ايه يا مصطفى؟ انا مش عندي, انا ممكن ابرج جمرك مثل العربيه يا باشا بعد اذن حضرتك. ان الكلام بص اعرف السبب وانت لازم اعرف السبب بطل صح يا باشا. خليك في الموضوع. مش عارف ايه جمهوريه مصر العربيه اللي ده. احنا اتفضل. احنا في التوبه يا حبيبي بنتكلم عن التوبه. ماشي. الاخت ام ابراهيم السلام عليكم. الله يبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ام ابراهيم. الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب يا كل سنه محمد. طيبه ام ابراهيم اهلا. ازي الاستاذ محمد الشربيني؟ بخير. الله يسلمك. سلامتك يا استاذ محمد. الله يسلمك ام ابراهيم. الله يحييكي.
الله يبارك فيك. ازيك يا ابي ويا حبيبي يا دكتور ابو الفتوح؟ الله يخليك. منور الشاشه والله والله كلكم منورين. انا تعبانه بقالي شهرين، بسالكم بالله تدعوا لي ربنا يشفيني ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الله يعافيك. بالله عليكم ما تنسوني من صالح دعائكم. بالله عليكم. شفاك الله وعافاك. اللهم امين. انا مانعني من القناه لاني داني تعبانه بقالي يجي 15 يوم او 21 يوم مش عارفه اتكلم. لسه الحمد لله ربنا فكت عليا النهارده، دعيت ان ربنا يجعل لي نصيب انني اكلمكم. لاني مستعجله اكلم ابويا الدكتور ابو الفتوح واخي وحبيبي الشيخ محمد السجيني، اكرمك الله بارك الله فيه، والشيخ محمد الشربيني. اسال الله ان يبارك فيكم يا رب، وان يطيل اعماركم بارك. وانت كذلك جزاكم الله خيرا. شكرا. الله يحييك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا. نكمل يا فضيله الدكتور، تفضل. اصل يعني سؤال سيادتك لا رد عليه إلا بهذه الواقعة. نعم. التي ذكرت في سورة الفرقان، يعني لما ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم. قال المفسرون هو عقبة بن أبي معيط عندما أعلن الكفر مرة أخرى وأنه لا لقاء له بعد ذلك بمحمد حتى يطمئن خاطر من أبي ابن خلف. ابن خلف. وانظر إلى أثر الصديق في الصديق. سبحان الله، الرجل جالس النبي وسمع منه صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن الكريم وأبدى به إعجابا عظيما إلى حد أن قال الناس بأن عقبة أسلم بالفعل. بعد كل هذا انظر إلى أثر أبي بن خلف فيه، يعود إلى الكفر مرة أخرى ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولهذا لهؤلاء التائبين نقول إن أردتم للتوبة أن تتمكن من أفئدتكم وأن يثبتكم الله على الإيمان وأن تكونوا في طريق الاستقامة إن شاء الله، فالتزموا بهذه النصيحة من سورة الكهف. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بس مش هينفع كده، لازم تشرح. طبعا طبعا. يعني شوف حضرتك ماشي طبعا، يعني لم يقل اجلس أو اقعد معهم، لا، اصبر نفسك يعني ألزمها وصبرها رغما عنها، عودها ودربها على مجالسة الصالحين. والصبر فيه مشقة أصلا. نعم، لأنه لو ترك لها الحبل على الغارب ما جالست الفقراء ولا المساكين، دائما تنشد الجلوس مع الكبار للمنفعة الإيه؟ للمنفعة المادية. خدت بال حضرتك؟ واصبر نفس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله. من هم؟ من هم؟ المصلون الحريصون على ذكر الله صباحا ومساء وفي كل حين. المدومون على الطاعة، الذين يسمعون النداء فيقولون لك هيا لنؤدي فريضة العصر مع المسلمين جماعة في المسجد المجاور. هؤلاء الطيبون الصالحون يزداد صلاحي وتقواي بمجالستهم دائما وبالعلم والمعرفة التي يمكن أن أنتفع بها منهم. يدعون رب هدفهم واحد وهو إرضاء رب العزة عز وجل، لا يدعون سواه ولا يلجؤون إلا إليه ودائما يتوجهون إليه بالدعاء. نعم. يريدون وجهه. يريدون وجهه. ولا شوف التحذير ولا بقى، ولا تعد عيناك عنهم، حذاري أن تتجاوزهم إلى غيرهم من الأغنياء أو من المطرفين أو من الشياطين. هؤلاء لا مكان لهم في حياتك إن أردت أن يمكن الله لك في الطريق المستقيم. ولا تعد عينك عنهم رغبة في إيه؟ تزيد زينة، تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يتضح الأمر جليا في نهاية الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. من علاماته أنه يتبع هواه، ومن أهم العلامات أنه لا يذكر الله عز وجل، وربما مر اليوم كاملا دون أن يذكر ربه الكريم. أمثال هؤلاء لا قيمة لهم، لا كرامة لهم، لا عزة لهم، لأنهم ضلوا الطريق ولم يطلبوا العزة من مصدرها الحقيقي. من كان يريد العزة فلله عزته جميعا.
إذن البيئة ومجالسة الصالحين من أهم النصائح التي نزديها لمن راغبوا في التوبة. ده احنا نأكد قوي على قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده كفاية دي قوي. نعم استشهاد رائع. ما شاء الله ما شاء الله. يعني موضوع تغيير البيئة ده موضوع مهم جدا. الله الله. طيب شيخ محمد، بس الأخت أم أحمد العراقية الفاضلة يعني أذنبت ذنبا وكلنا مذنبون يا أم أحمد يعني، ولكنها يعني حاسس بكلامها. أنا كلمت معها عراقي فمش عارف أنتوا عرفتوا يعني الكفاح والكلام ولا إن شاء الله عليك توجيد اللغة دي أول. طبعا طبعا. فناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. الأخت أم نور من حلوان، السلام عليكم أم نور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم نور. لها وطي التلفزيون شوية. وطي بس التلفزيون وكلميني من التليفون. أنا من حلوان. أنت إيه؟ يا بنت وطي التلفزيون الله يكرمك. حاضر حاضر. وطي خالص وطي خالص. صح كده. أيوة شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا. شكرا. على هذا الكلام الطيب. طيب نعم. والله يعلم الله أنكم أسلكتم صدورنا. الحمد لله. يعني احنا في نفس الحاجة فعلا اللي سمعنا هذا الكلام في ظل الظروف الصعبة اللي الواحد بيمر بيها أو يعني المشاكل الدنيا اللي احنا فيها. نعم. بس كنت عايزة أسأل سؤال حضرتك. يعني عندي سؤال معرفش هل فعلا أنا ممكن أسأله أو اسألي يعني اسألي يعني إذا لم يكن شخصيا حضرتك. الله في كتابه الكريم يقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. من ربكم. طب تفضلي تفضلي كمان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. كيفية الربط بين الآيتين؟ نعم. طيب شكرا شكرا. أنا أرجو بس يعني الأسئلة من السادة المشاهدين، الأسئلة الخارجة عن موضوع الحلقة تكون في الفتاوى لو سمحتوا، علشان بس نفسح المجال للكل إنه يسمع إلى الموضوع كويس. فأي سؤال لو سمحتوا خارج عن موضوع الحلقة هو التوبة وأسباب المغفرة يكون في الفتاوى. عندكم برنامج فتاوى يومي ساعة وربع من 4-5:15 بتسألوا فيه هذه الأسئلة. نعود إلى شيخنا الحبيب تفضل. لا بس الست العراقية قالت كلام مش عارف أنتوا انتبهت له. ده قالت كلام خطير. طبعا طبعا. ده قالت يعني الشيطان بيمنعها من التوبة لأنها ستعود إلى المعصية مرة أخرى. إذا فلا داعي للتوبة. يعني فهمت ده الكلام اللي انا قلته قبل كده. فهمت منها هذا. وهذا كلام خطير. صحيح. مولانا يتفضل. صحيح. بالاجابه. يعني يا ريت نرد عليها. هي تريد ان يعني تتوب من هذا الذنب وكلنا مذنبون يعني. نعم نعم. طبعا من عزم على التوبه فليهاجر الى الله تبارك وتعالى من غير تردد. يعني انا اريد لكل من اراد ان يتوب أن يأخذ قراره ولا يتردد. يعني أصحاب رسول الله لما نزل عليهم قول الله تعالى في الخمر فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، وفرغوا قارورات الخمر في سكك المدينة. فكان سرعة الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى. يحضرني في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغية من بني إسرائيل كانت تأكل من كسب فرجها، كانت تزني وتأكل من الزنا. مرت على كلب يأكل الرمال من شدة العطش، نزلت البئر فملأت خفها. شيخ ابن القيم له تفسير رائع يقول إنها لما نظرت إلى الكلب تواضعت وخلعت خفها ونزلت إلى البئر، ولربما كان في البئر سبع أو حية لا يعنيها هذا، ولكن كل ما يعنيها أن تقدم قطرات الماء للكلب. نزلت على مسيرة 16 قدم، وبعدين طلعت والطلوع أشق من النزول، والله تعالى أعلم بمشقتها عندما حملت النعل في فمها حتى صعدت وتقدمت للكلب. الكلب الذي يطرد من كل الناس، هي انحنت وقدمت الماء
فشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها ذنبه. سبحان الله. بيعجبني بقى مقولة للشيخ الغزالي السقة في كتاب خلق المسلم، بيقول إذا كانت رحمة بكلب كانت سببا في غفران ذنب زانية تأكل من كسب فرجها، فكيف إذا رحمنا عبدا مؤمنا يقول لا إله إلا الله. نعم. فالأختنا الفاضلة التي تابت وهي نادمة بالليل والنهار، يعني نادمة واضح وتفعل من الطاعات. نعم. واستقامت وتغير حالها. الله تعالى في القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي المصطفى لمعاذ بن جبل أتبع السيئة الحسنة تمحها. الشيخ ابن القيم يقول من علامة قبول التوبة أن يكون حالك بعد التوبة أفضل من حالك الله قبلها، قبلها وقت المعاصي. الآية بتقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما دامت تابت إلى الله عز وجل، هو مسألة أنها حزينة وبتبكي بالليل دي ظاهرة هذا صحية. لها وليس عليها. يعني كنها أنها حزينة وبتتألم وخيفة أنها ترجع، ولكن أنا أذكرها بدعاء رسول الله أن تدعو وهي ساجدة: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، وإن شاء الله سيثبتها الله. أما عن ذنبها فالله تبارك وتعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، وزي ما اجتهدت في إسخاط الله عز وجل بنقول لها اجتهدي فيما هو قادم في مراد الله تبارك أسماؤه. نعم. ونسأل الله لها الثبات والعفو والمغفرة. نعم. بارك الله فيك. الدكتور عنده حاجة تعليق نصيحة في نفس الأمر. فضل. ربنا يقول في أواخر سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هدى الله. يعني ما على العبد إلا أن يقبل على الله عز وجل ويتوب إليه. يعني الهداية الأولى هداية استرشاد، أنا شايف نور أتجه إليه، شايف بيئة صلاح وتقى، شايف علماء أتجه إليهم وأفضي بمكنون صدري لهم وأسترشد بعلمهم وبما لديهم. إذا أنا فعلت ذلك مخلصا صادقا راغبا في توبة حقيقية سيمكن الله عز وجل لي في الطريق المستقيم، أنتقل إلى الهداية الثانية. نعم. إلا هداية التمكين في الطريق المستقيم، يعني وهي خايفة من العودة مرة أخرى إلى الذنب، هذا فكر شيطاني، عليها أن تتجنب تماما تماما أمثال هذه الأفكار. ربنا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. يعملون السوء يعني هو الأصل في أنهم يعملون السوء. أمال هيتوب من إيه؟ من أيوة، يعني سيتوب من ذنب عظيم. تمام. والسوء كلمة مفتوح. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب. يسرعون إلى التوبة. يسرعون لا يسوفون. الله. يعني مسألة التسويف دي قائمة عند كثيرين وأسمعهم بأذني وهم يؤجلون التوبة إلى موسم كذا أو إلى الحج أو إلى رمضان أو ما إلى ذلك. لا، لا تسوفوا يرحمكم الله، إنما التوبة على الله كأن الله أوجبها على ذاته العلية سبحانه وتعالى. للذين يعملون ثم يتوبون من قبل فأولئك يبدل الله سيئاتهم. لا لا، فأولئك يتوب الله عليهم الله. وكان الله غفورا وكان الله عليما حكيما. نعم. وليست التوبة على الله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا وليست حضر. التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت قال الآن. إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هؤلاء لا توبة لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. صلى الله عليه وسلم. فنريد بس أن نفسح أمامها رحمة الله تبارك وتعالى لترى شيئا منها على قدر استطاعتنا، وفي نفس الوقت نحذر من هذا الفكر الشيطاني الذي يأتي لمن أسرفوا على أنفسهم ويقولون أبعد أن فعلت كذا وكذا وكذا ولم تترك شيئا من المنكرات حتى أتعتقد أن الله سيغفر لك، وبالتالي يواصل المعصية ويستمر عليه ويواصل المعصية. وبعدين ليه ننسى أنا عند ظن عبد بي الله، هو أنت إن كثير الذنوب والمعاصي وتعبد ربا توابا غفارا واسعا عليما رحيما كيف تنسى ذلك؟
ده هو سمى نفسه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم التواب الغافر الذنب يعني كثير كثير من صفات واسماء الله هو التواب وانا الاواب الله اكبر ما شاء الله نعم انا بس كنت عايز اخذ الخط اتفضل اتفضل ان شاء الله ذكرنا بمعنى رائع ان من اراد ان يتوب فليسارع ولا يسوف لان الله في مساله التوبه لم يقل لنا تعالوا الي على مهل إنما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صحيح. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله فاستبقوا الخيرات السرعة كل شيء السرعة. خفنا منه هربنا منه إلا الله إذا خفنا من الله هربنا إلى الله عز وجل فالآن أنت منتظر إيه ربما كان بينك وبين لقاء الله النذر اليسير فالآن ينفض كفه إلى الله ويسارع بالإصطلاح على الله طيب فضل الشيخ محمد إحنا يعني عارزين كده فيما تبقى حوالي 4 دقائق تقريبا بنتكلم عن أنه في مواسم للطاعة لابد أن مش شرط بس أن الواحد بس يستغفر خلاص الشروط اللي ذكرها الدكتور وتكلمنا فيها تحققت والحمد لله للتائب لكن هناك مواسم للطاعة أيضا هذه المواسم لابد أن يستغلها المسلم للتكفير عن ذنوبه أليس كذلك يا شيخ محمد؟ نعم هناك مواسم نكمل يا دكتور أزمنة وأمكنة أزمنة الله يكرمك تفضل يا مولانا هناك مواسم للطاعة وزي ما أستاذنا قال أزمنة وأمكنة نعم ولكن احنا في الزمان الشريف في شهر رمضان قال النبي المصطفى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا قصدي فعلا وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل إن الصائمين في الجائزة الكبرى الذين التي يأخذونها في نهاية الشهر بعد صيام 30 يوم الله تبارك وتعالى يغفر لهم جميعا في آخر يوم من رمضان نعم. فشهر رمضان شهر المغفرة لذلك جبريل اعترض النبي المصطفى على درجة من درجات سلم المنبر وقال يا محمد رغم أنف من أدركه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له الله. فشهر رمضان شهر مغفرة ومن جاع وعطش واسترسل في المعاصي وخرج من الشهر من غير مغفرة فأنا لا أعتقد أنه أخسر منه على وجه الأرض أحد نعم. طيب نخلي فضلت الدكتور يكمل لنا في الأزمنة والأمكنة أيضا يعني استغلينا شهر رمضان فماذا بعد رمضان أيضا يعني ماذا نفعل بعد رمضان بالنسبة للزمان والمكان أيضا يعني أولا النبي عليه الصلاة والسلام إن في الله إن في دهركم لله نفحات ألا فتعرضوا له أيوة. كان يقصد هذه الامتيازات التي منحت لبعض الأمكنة ومنحت كذلك لبعض الأزمنة نستثمر هذه الأوقات ونحسن الظن بالله عز وجل ونسلم تسليما قطعيا بما ورد في الحديث النبوي أن الله عز وجل سيغفر لمن قام ليلة القدر ومن قام رمضان ومن صام رمضان نفعل هذا كله بثقة ويقين واطمئنان كامل على صدق الصادق المصدوق وأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد فيما وعد به هؤلاء المذنبين وهؤلاء العصاة صيام شوال مثلا البيت الحرام إذا قدر له أن يؤدي فريضة العمرة في مثل هذه الأيام المباركة فليحسن استثمار هذه الفرصة التي سنحت له ولم تسنح لغيره ليكثر هناك الصلاة وليكثر هناك أيضا من الاستغفار وليعاهد رب وليعاهد بقى خلاه بالأمر وليعاهد رب العزة عز وجل على الاستمرار في طريق الطاعة وليعترف لله هناك يعني يفضي بمكنون فؤاده لربه الرحيم الكريم وليعلم أن له نبيا كريما صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يرويه البخاري والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة في رواية مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة نعم. 100 مرة نعم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله يكثر من الاستغفار وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنا عايز الناس تشغل نفسها شوية بقضية التوبة وقضية الاستغفار وتستثمر هذه الأيام المباركة والليالي الكريمة ده هو يعني أنا رأيي كفاية
انه يعني الساده المشاهدون يعني يوصلوا الى موقع القناه اللي هو www.arrahma.tv ويشوفوا هذه الحلقه. يعني كفايه والله العظيم مهما كان ذنب الانسان فانه سيغفر له بس مجرد ان هو يرى هذه الحلقه ويشوفها مرتين وثلاثه. بارك الله فيكم. الوقت انتهى خلاص الحمد لله. شكرا جزيلا دكتور فتوح. شكرا جزيلا الشيخ محمد. شكرا لك. جزاك الله خيرا. شكرا الله لكم. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه المباركه من حلقات هذا البرنامج المبارك الرحمه في رمضان لا يسعني الا ان اتقدم بخالص شكري وتقديري لمشايخي واساتذتي الافاضل فضيله الاستاذ الدكتور ابو فتوح عقل ابو سلام وفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الشربيني أبو عبد الرحمن. ويعني أنا سعدت كثيرا أن أنا التقيت بهم 4 مرات في رمضان وكان هذا طبعا شرفا لي. إن شاء الله نلتقي دائما على خير ونسأل الله أن يطيل في أعمارهم وأن ينفعنا بعلمهم دائما ونسأل الله المغفرة لنا ولهم وللمسلمين جميعا ونلقاكم على خير دائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شهر الرحمة والخير يا شهر العزة والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر والمسلم يقضي ليلته